في فيديو تنبأ يا كورونا اسمه معاناتي مع زوكام. فعلا في فيديو تكلمت فيه عن الكورونا في عام 2019 اتوقع. الفيديو هذا ثار الجدل مره كثير سألني عن المقطع هذا. الله لا يقولها لو اقول لام انه عندي كورونا ولا عندي مرض خطير. ابدا كلامي في تحيه الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زراديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر من قناه ماكس اتش دي وفيديو جديد. لا ايش رايكم في الحركه حقت النظاره؟ وفيديو جديد يا حبيبي. اليوم عندنا حلقة تسألني، بس قبل ما نخش في الحلقة خلونا احكيكم ايش صار امس. امس كنت في اجتماع مع خبراء اليوتيوب، كذا قالوا لي. والله يا عمر انت ما انت قاعد تقول لمتابعينك فعلوا زر الجرس بشكل كافي. جزء كبير من متابعينك بيتابعك، لا هو مشترك في القناة لا هو مفعل زر الجرس. يا شباب فشلتونا يا شباب. ايش يقولوا عندنا ادارة اليوتيوب؟ يقولوا دولة كده لا نبغى فعلوا زر الجرس. في حلقة تسألني الأخيرة طلبتكم تسألوني أسئلة زي البشر، لأنه الأسئلة اللي جاتني منكم الحلقة الماضية كانت زي كذا. آخر مرة تروشت متى؟ هل أنت بنت؟ يا رب مرة واحدة بس تجيني أسئلة زي البشر يا رب. فاليوم بجاوب على أسئلتكم اللي جاتني من الحلقة الماضية من جد بدون استهبال بدون سكتشات وهبال. بدون ما أطول عليكم خلونا الآن نخش في الأسئلة. ليش ما ترجع شعرك الطويل؟ بالله يا عيال ايش رايكم في الحلاقة؟ ها؟ حلوة؟ كثير منكم في المقطع الأخير يقول عمر ايش بو شعرك طويل؟ حسبي الله على الصين هي السبب، ما خلتنا نروح الحلاقين. الآن الحمد لله إجراءات احترازية، رحت قلت له محمد سوي لي مقص، قال لي عمر أنت طول عمرك ماكينة يا عمر. لا مقص، قد شعري طويل، أنا لي سنوات ما طولت شعري، فقلت خليني كذا أشطح، وإذا كثير قالوا خايس بروح أحلق ماكينة صفر. تكفون شباب لا حد يكتب خايس في الكومنتات، والله دفعت 100 ريال على الحلاقة. ايش أكثر شيء تخاف منه؟ والله يا جماعة الخير تعرفوا ايش أكثر شيء يلعبني؟ تعرفوا لما تروحوا الملاهي وتركبوا اللعبة ذيك اللي تطلع فوق تقول تطلع بعدين ايه ما توقف طلوع كمان تطلع لين تشوف البحر تشوف بيتكم من الملاهي وبعدين كذا تثبت وانت طبعا قامت تثبت كذا عدة ثواني تقول لك شوف الموت قدام عينك تقعد 3 2 تبلع عليك 1 دب تنزل على تحت. والله هذه اللعبة تخوفني مرة يا شباب. متى اخر مرة رقصت في التيك توك؟ تيك توك رقص؟ لا ما ارقص انا. هل قد تابعت انمي؟ والله صراحه يا جماعه الخير انا ماني اوتاكو بس في انمي تابعته. بوم 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 جاهزين؟ او ماي وا توستيني توستين دمبا يوجو اللي ما يسوي لايك راح اكتب اسمه شنو؟ ديث نوت. والله يا جماعه الخير المسلسل هذا عظيم، والله المسلسل انمي سوري الاوتاكوز مره حيزعلوا مني لو سميته مسلسل انمي. وافتكر لما كنت صغير تابعت شويه من ناروتو، بدايه ناروتو ايام لما كانوا يحطوه في سبيستون مدبلج، كان اكجنتن بونتن شو يسموها هجوم السراب المتعدد. هجوم السراب المتعدد. الوتاكوز اللي يتابعوني انا عارف ان انتم مره كثير، اكتبوا لي اسماء انميات رهيبه تنصحوني اتابعها. ايش افضل سياره عندك؟ والله الصراحه يا جماعه الخير انا انسان ما احب السيارات كثير او ما هي اهتماماتي، يعني رولز رايز لامبورجيني جيب عادي ما اقول لا، بس عموما احب الجيوب، ما احب السيارات اللي تكون صغيره كذا عشان ايه نرتاح في الجلسه يعني يكون مرتاح. السؤال اللي بعده، رزان خالد عنده 600 سؤال، تقول هل امك وابوك كانوا راضين انك تفتح قناه؟ هذا ان شاء الله حجاوب عليه في مقطع ثاني. هل عفويتك سبب شهرتك؟ ما اعرف. في مره تعرضت للتنمر من قبل يوتيوبرز؟ يس. كم عدد اخوانك؟ عندي اخ واحد صغير وثلاث اخوات. هل فلوس اليوتيوب تبني بيت؟ والله على حسب، يعني اذا انت يوتيوبر شاطر ممكن، بس مو معناته شاطر انه يكون عندك سبسكرايبرز كثير وملايين، لا، اقصد انك انت شاطر تعرف تتفاوض مع الشركات وتجيب حقك، انت كذا حتبني بيوت كمان. اذا انت عندك مدير اعمال شاطر يجيب لك فلوس، اهلا وسهلا، تجيب بيوت وسيارات كل حاجه. مدراء الاعمال الشاطرين ايميلي تحت، اشتري سياره. سلسبيل تقول كيف تتعامل مع الاشخاص السلبيين؟ متابعتك من الاردن. يا حي الله للاردن كلهم. طيب كيف اتعامل مع الناس السلبيين؟ والله على حسب الموقف. الاشخاص السلبيين زي المكيف الخربان، بمعنى انك انت تقعد في غرفه فيها اشخاص سلبيين فيها مكيف خربان راح تحر راح تتاثر منهم.
ما عاد اتفلسف صح. فاحسن حل عزيزي المتابع، احسن حل عزيزتي المتابع انكم تبعدوا عنهم، ما تنصتون لهم، تثبتوا لهم انهم على غلط وانتوا على صح. اللي بعده تغريد تقول عندي سؤال، هل تقرا كل التعليقات؟ بصراحة احاول اقرا بعض التعليقات. احاول اقرا بعض التعليقات واحاول قد ما اقدر اخصص وقت كل يوم ان انا اقعد اشوف تعليقاتكم، ارد على اللي اقدر عليه، لانه ما شاء الله تعليقاتكم كثير، يعني لو برد على الكل ما حخلص، ما حسوي مقاطع، خلاص نقفل القناه احسن. لو تزوجت صار عندك بنت ايش راح تسميها؟ متابعتك من مصر. حي الله كل حبايبنا من مصر. طيب ايش حسمي بنتي؟ والله انا عندي فلسفه في الحياه، اعتقد ان لما اتزوج اسماء العيال انا حسميهم، واسماء البنات واي الكلجات، واسماء البنات اتركهم لزوجتي، عشان كده 50-50. دقيقة، تقول عمرك 19 سنة وانت تقول لي في اليوتيوب 8 سنوات، يعني اول مقطع لك كان عمرك 11 سنة؟ فعلا يا جماعة الخير، اول مقطع صورته في اليوتيوب حتى كان بكاميرا الجوال كده بلاك بيري في الكورنر كده، المقطع ذا كنت اجازة سادس ابتدائي، اجازة الصيفية، والله افتكر حتى كنت في بيت جدتي، افتكر تفاصيل المقطع وافتكر كيف كنت اصوره كأنه امس. طبعا الفيديو هذا مخفي من القناة اصلا، حتى في قناة ثانية، والقناة الثانية ما حد يعرفها ولا حد حيعرفها. زبد يعني، لا حد يقول لي سوي رياكشن على الفيديوهات القديمة، الله يخليكم، خلوها مستورة وخلونا حلوين مع بعض. في فيديو تنبأ يا كورونا اسمه معاناتي مع زوكام، فعلا في فيديو تكلمت فيه عن الكورونا في عام 2019 اتوقع، الفيديو هذا اثار الجدل مرة كثير سألني عن المقطع هذا. الله لا يقولها، لو اقول لام انه عندي كورونا ولا عندي مرض خطير تقول لي برضو ليمون وعسل. كيف يا عمر عرفت انه في كورونا في عام 2019؟ انت مشعوذ لا سمح الله ولا منجم؟ اعوذ بالله يا جماعه الخير، بس هذه بعض اقاويلكم علي. لا انا منجم ابشركم الحمد لله، ولا اني مشعوذ اعوذ بالله، انا انسان طبيعي، لكن في زمان اول كان في كورونا، بس كورونا اخرى مو كورونا حقتنا دحين. بحط لكم في ماني عارف اجاوب. في كورونا زبد زمان كان موجودة، بس مو زي كورونا حقتنا الان. كورونا هي عائلة من الفيروس، العيلة دي فيها احفاد مرة كتير، بس الحفيد اللي نحن بنواجهه السنة هذه للأسف غير الحفيد اللي كان موجود زمان في السعودية وتوقع بعض الدول العربية. فكان في كورونا زمان هذيك فترة تصوير المقطع، وسبحان الله المقطع ذيك الايام لما نزلته ما نجح، وموضوع الكورونا لما قلتها ما حد ركز لانه ما كانت معروفة. اول ما نزلت الفيديو تقريبا جاب 300,000 مشاهد، 400,000 وبس، من يومها راح. بمجرد ما بدأت الكورونا هذه الجديدة حق الله حسبي الله على الصين، فجأة الفيديو ضرب فوق. دقيقة شوف كم وصل المشاهدات، 2.7 مليون، ما شاء الله تبارك الله، شكرا والله. ما ادري حسيت اني بقول شكرا للصين، بس لا ما شاء الله. اللي بعده سؤال، كم تقعد عشان تمنتج؟ والله على حسب الفيديو يا جماعة الخير، يعني في فيديوهات تاخذ 3-4 ساعات، هذه نادر لانه فيديوهات يعني فيها سكتشات وفيها ما ادري، يعني هذه تاخذ وقت مرة طويل. معظم الفيديوهات تاخذ 8-9 ساعات، في فيديوهات عندي طول اكثر، يعني فيديو طفولة عمر حق السفر الى بريطانيا عشان الفيديو كان مره طويل ومليان سكتشات اخذ مني تقريبا اسبوع مونتاج، وطبعا مش اسبوع متواصل لا، يعني مثلا في اليوم بشتغل 3-4 ساعات، يوم بعد 3-4، يعني اخذ مني وقت مره طويل وعليكم الحسبه. وعلى طاري موضوع المونتاج ومده المقاطع، في واحد كتب في المقطع الماضي انت تنزل مقاطع قصيره عشان تبغى تسلك كسول ما تبغى تسوي مونتاج. اي حبيبي انا مقاطعي مليانه سكتشات، يعني تصوير السكتشات هذا لحاله ياخذ وقت، مونتاج السكتشات لحاله ياخذ وقت، والحركات هذه فجاه كده بوم يطلع لك زر اللايك هنا، بوم يطلع لك زر السبسكرايب، هذه تاخذ وقت يا شباب. وافهم يا فهيم، سوي لايك وسوي سبسكرايب، فعل زر الجرس. اشوفكم على خير، شكرا على سؤالكم، اكتبوا لي اسئلتكم الحلقات الجايه في الكومنتات، ولا احد يقول انت تسلك، لا نتضارب مع بعض. هيتيت السلام عليكم. اسمي عمر زردية من المملكه العربيه السعوديه، اسم قناتي ماكس اتش دي، وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهايه المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع.